لأنها بنت بتحب بلدها وعايزاها تبقى أحسن بلد، لأنها مؤمنة بدورها وعارفة إنها فرد مهم في المجتمع، ولأنها عارفة إن صوتها له قيمة وتمن. نزلت وبأعلى صوت تطالب بحقها وحق إخواتها وحق كل مصري. نزلت تهتف ضد ظلم الناس شايفاه وحساه، ضد ظلم ناس تانية حساه بس رافضة تشوفه، عشان خايفين يعيشوا بحرية وكرامة، خايفين يشوفوا الأمل وسط الظلمة. نزلت وما كانش معاها غير بسمة وأمل وبالونة بتعبر بيهم عن حبها لبلدها. عمرها ما كانت معقدة أو منعزلة، بنت في ثانوي وعلوم آداب وفنون حقوق وصيدلة، بتشارك في الاتحادات الطلابية وعندها أنشطة مجتمعية وخيرية، مثقفة ومتعلمة وعارفة الصح من الغلط. بس الفرق إنها عارفة الصح وبتدافع عنه، مش مغمية عينيها وبتقول مش عارفة، لأن الصح واضح وباين. وطول ما الظلم موجود والحق بيضيع هتفضل تدافع وتقول كلمتها ببسمة وأمل بوردة وبالونة. اتحكم عليها ب11 سنة سجن، مش لحاجة غير إنها محترمة وملتزمة بتحافظ على نفسها وخايفة على بلدها ونازلة تقول كلمة حق. ما تضحكش ليه وهي حرة في سجنها، ما تضحكش ليه وهي مسجونة عشان بتدافع عن حقها وحق بلدها. ليه تضيع بسمتها وأملها وهم أقوى سلاح عندها؟ مش زعلانة من الرجالة اللي سايبين حقها يضيع وقاعدين يتفرجوا، فرحانة بسجنها وهي حرة نفسها، مش مسجونة جوا وهم رجولة هي مش قدها ولا عمرها عرفت معناها. صوتها عمره ما كان عيب ولا حرام، صوتها إرادة أقوى من إنها تتكسر بسجن أو معتقل. حرر نفسك، اكسر سجنك، قول كلمة حق. الرجولة طول عمرها مواقف، الرجولة مش بالكلام.